مشاهدينا الكرام، مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من قلوب مصريه. احنا شفنا فيديو في بدايه الحلقه وشفنا الجرائم اللي بتحصل. اكيد في ناس ورا حل هذه المشاكل، الناس اللي بتساعد القضاء وبتساعد الدوله في انهاء الخصومات وخاصه مشاكل الطار. النهارده معانا ومعاكم الحاج رجب وسلامه، محكم عرفي وقاضي عرفي. اهلا وسهلا بك يا حاج رجب. اهلا بسعادتك. الحاج صلاح الهري، قاضي عرفي ومحكم عرفي. اهلا وسهلا بك. اهلا بيك يا استاذ محمود. كتير من المشاكل اللي بتواجهنا وخاصه المشاكل اللي بتهدد امن وامان وسلامه المواطن المصري وخاصه في ارياف مصرنا المحروسه. خلونا نتعرف على المجالس العرفيه ودورها في فض المنازعات. المجالس العرفيه دي خط موازي للقضاء، يعني احنا بنقول ما بيتعارضش مع القضاء واحكام القضاء، لكن عاوزين نعرف القصه دي ماشيه ازاي بعد ما انتشرت، وخاصه بعد ثوره 25 يناير وخروج جيل جديد وجريمه جديده واشكال جديده. يعني احنا اتفاجئنا بحاجات كتيره بتحصل وانواع من الجريمه بيبقى صعب السيطره عليها. الرجال المخلصين اللي في كرة ومحافظات مصر كانوا قايمين بدور القضاء، وخاصة في ظل الفراغ الأمني اللي كنا بنعيشه بعد ثورة يناير. هنتعرف على الحاج صلاح ظروف وبدايات وقصص المجالس العرفية. بسم الله الرحمن الرحيم. المجالس العرفية ده شيء لا غنى عنه، وده شيء من قديم الأزل. ولو اتكلمنا على المجالس العرفية ودورها في المجتمع، دورها مثمر جدا في المجتمع، ودور المجالس العرفية لا يتعارض مع القانون زي ما البعض بيقول أو زي ما البعض بيظن، لا يتعارض مع القانون إطلاقا. المجالس العرفية ليها بداية وليها نهاية. يعني احنا لو قلنا في مشكلة معينة، في رجال الخير بتمشي وتروح للأطراف وتعمل محاولات للم الشمل، ولم الشمل هيبقى لصالح الطرفين مش لطرف واحد، حتى لو القضية حتى فيها يعني ولعوذ بالله قضية قتل أو يعني فيها طار أو فيها كده، برضو لم الموضوع الناس اللي بتمشي بتفيد الطرفين. هتقولي الراجل اللي هو اتقتل لوحده إيه اللي هيستفاد؟ اللي هيفيده؟ لا، ده هيستفاد كتير. دور المجالس العرفية الأول، لما نوصل لحد النقطة إن هو المستفيدين، دور المجالس العرفية الأول الناس سيرة الخير، وده أهل الخير. وأنا بناشد من البرنامج بتاعك العظيم يا أستاذ محمود، بناشد كل رجال العقلاء في كل القرى في كل المجالات، لما يبقى في مشكلة اتدخلوا ودوسوا، وما تيأس لما تروح مرة واثنين وثلاثة إنك تحل المشكلة. أدرك عند الله. اولا ما حدش بيخش في المجال ده الا هو ان شاء الله ربنا اللي اصطفاه في المكان ده، يعني ربنا اصطفاه انه يبقى في المكان ده، واذا كان ربنا اصطفاه فان شاء الله ربنا يوفقه. فروح ومره واثنين وثلاثه، لان ديت بتاثر المواضيع بين العائلات وبين الاسر. فبتيجي سايره الخير بتمشي في موضوع، حتى لو الموضوع موضوع قتل، بتروح مرة واثنين وثلاثة وبتنصح وبتوضح وبتعمل كل الكلام ده. رك ما بي خلاص بيتفقوا، وصلوا للاتفاق اللي ان شاء الله اتراضوا بيه على الطرفين، بيبتدوا في الإجراءات. خلينا نعرف الإجراءات وإيه اللي بيتم من الحاج رجب بعد ما بيوصل سيرة زي ما بيقولوا أو سيرة وبيوصل للطرفين وبيوصلوا للاتفاق. إيه الضمانات اللي بتتأخذ على الطرفين لإتمام عملية الصلح، والمده بتبقى قد ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على اشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من برنامجك العظيم استاذ محمود بقدم تحيه تقدير لقيادات مصر وشعب مصر وبرنامجك العظيم وقناتك العظيمه. وبعد المجالس العرفيه والتحكيم العرفي اللي بيظهر فينا قدام الاعلام أو بيظهر للناس، ده نسبة 10% من المشاكل اللي موجودة في المجتمع. بيحدث إن 90% من المشاكل بتحل قبل أن تصل إلى القضاء العرفي. القضاء العرفي ده مرحلة لما بيكون مشكلة كبيرة
وما قدرش الناس يتوصلوا لحلها في المنطقة أو الحي أو القرية. بيبدأ يقول لك احنا هنعمل حق عرب. ايه حق عرب؟ الطرفين بيرتضوا بالتحكيم العرفي بينهم، المخطئ يدفع ثمن خطأه. بيحصل يا حضرتك، بيبقى في وسطهم مجموعة كده عقلة بتمشي بتقول والله انتوا ارتضيتوا بالتحكيم العرفي، بيجيب حضرتك حاجة اسمها مشرط التحكيم، ورقة كده بيقول والله اتفق طرف فلان والطرف فلان على انهم يقعدوا في خلال شهر من تاريخه ده، بان كل واحد منهم هيجيب 3 محكمين، 5، 2، 4 هكذا، وهنقعد على مبلغ قد كده وبيدفع تأمين مؤقت. طب احنا معنا مداخلة. العمدة حمدي عكاشة، اهلا وسهلا بك عمدة. اهلا بك يا حمدي، وعلى البرنامج بتاع سعادتك. زي حضرتك. امورنا يا حمدي. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الله يخليك يا حمدي. الف تحية لقيادات مصر كلها العظيمة والسيد الرئيس الجمهورية وقيادات كلها، وربنا ينهض بمصر كده دايما تحت قيادة السيد الرئيس. احنا معانا الحاج صلاح والحاج رجب محكمين عرفيين، واكيد حضرتك عارفهم يعني. عارفهم، ودول اخواتنا ودول قضاة مصر كلها. ربنا يكرمك عندنا، ربنا يكرمك. هنمشي عمدتنا. لا، قيادات مصر كلها. هو الـ 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 الحاج رجب والحاج صلاح عاوزين يباركوا لك. بمناسبة ان عند حضرتك اول ضابط في محافظة الجيزة عندنا في الصف، بنت حضرتك اللي التحقت بكلية الشرطة، والف مبروك. الله يبارك لنا فيكم، متشكرين على المباركة الجميلة دي منهم، وهم اهلهم وهي بنتهم. الف الف طبعا. الف مبروك يا عمدتنا، ودي مش كده مش جديدة كده على ابو عكاشة ان شاء الله. ربنا يديك الصحة، ربنا يديك الصحة يا عمدة، والف الف مبروك. انت شايف حضرتك المجالس العرفيه لها دور في فض المنازعات؟ طبعا، ده اساسي، ده اساسي. ده لولا المجالس العرفيه كانت الناس كانت بعضيها زي ما بيقولوا. الله يكرمك. المجالس العرفيه دي فض بتشيل حمل كبير قوي عن القضاء وعن الحكومه وعن المراكز وعن الاقسام، وبتحل المشاكل قبل ما توصلنا. طب انت حضرتك المحكمين العرفيين بياخدوا فلوس ولا بتبقى لوجه الله كده؟ لا 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 لا، لوجه الله، لوجه الله. المحكمين بتقعد ابتغاء مرضات الله، بيحلوا ابتغاء مرضات الله من بيوتهم ومن جيبهم. واذا كان حد بيختار اي بيت من القضاة العرفيين دول، الناس بتقوم باهل الخير بيعملوا ابتغاء مرضات الله لحل مشاكل الناس وقضاء حوائج الناس. الف شكر يا عمده، شكرا جزيلا. نكمل حوارنا مع الحاج صلاح، ونقول ان في ناس بتتكلم عن المجالس العرفيه بتهاجمها، بتقول ان هي بتتعارض مع احكام القضاء. يعني واحد قاتل، المجلس عرفي بيطلعه بريء احيانا في المجلس وهو واخد اعدام. طب الناس بتفهم القصص دي غلط. طب احنا ازاي نمشي مع خط متوازي مع الدوله؟ والله يا استاذ محمود، انت لمست نقطه حساسه فعلا، نقطه حساسه، وانا من ضمن الناس اللي المشكله دي قدامي دلوقتي. يعني انا عندنا، لو تسمح لي اقول اسم القريه، او قول القريه. احنا في قريه ميت شماس تبع مركز ابو النمرس محافظه الجيزه، في قضيه قتل، قتل خطا جاء نتيجه مشاجره وبتاع، وحصل فيها قضيه قتل. فاحنا ماشيين في الموضوع ده ان شاء الله باذن الله، هتبقى حضرتك مشرفنا ان شاء الله، ونذيع الكلام ده على الهواء قريب باذن الله، ان احنا نقرب وجهات النظر ونخلص الموضوع ده، لانه كان مرتين واحنا نتفق على الموضوع ده ولسه ربنا ما ارادش. مش هنقول غير ان ربنا ما ارادش، لكن ان شاء الله باذن الله. اللي انا عايز اقول لحضرتك عليه، في بس لمس بسيط عند الناس بالنسبه لل راجل بيبقى متخوف، بيبقى اخوه مقتول وهتجيب انت القاتل وتقعد ويقول لي حقك عليا ولا حقك عليا وكده خلاص. بعد كده يطلع بعد كده مش عارف يعمل لي ايه، او يطلع قدام يبقى ماشي رايح جاي قدامي. ده ما ينفعش. اولا يا استاذ محمود، المجالس العرفيه او المواعيد اللي بتقعد او تشيل الكفن او البتاع ده، الناس ديت احنا في الوضع ده ما بنبرأش الراجل القاتل، او ما بناخدش ضمانات على الطرف الثاني انه يبرأ القاتل ابدا. بالعكس،
ده القاتل بياخد عقوبته، بيخش وياخد عقوبته والقانون بياخد، وده ما يتعارضش مع القانون. واحنا ما العرف ما بيتعارضش مع القانون اطلاقا. ليه؟ لان احنا لما بنخش احنا لينا دور، الدور ده بيفيد الطرفين. الطرف الاول اللي هو خليه المجن عليه، ايه العاده اللي هتعود عليه بعد ما اتقتل واحد؟ يعني ايه اللي هيعود عليه تاني؟ لا هيعود عليه كتير. هيعود عليه لو فكر انه يرد بالمثل، هيبقى العقوبه 3 أضعاف اللي هياخدها الاولاني، لان هيبقى فيها سبق اصرار وترصد، وعقوبته هتبقى، وهيقفل بيت تاني، ويمكن ساعه ما يجي ياخد 2. ودي حصلت في بعض الكرة المجاورة لينا، جاي ياخد واحد خد 2، ويمكن تحصل مع عائلات يشبك نفسه مع عائلات تانية. ما هو مش بيحط واحد قدامه ويقول له تعالى انا هاخدك 1 2 3، لا ده هو راجل بيصطاده في حتة، جايز يكون ناس ماشية غريبة، جايز يكون معاه حد تاني من العيلة برضه، بقت 1 2. فده انت دي خسارة، دي خسارة. الخسارة التانية ان هو العقوبة اللي هياخدها، يبقى اللي بيتعمل ده هو هيفيده برضه، رغم ان قتل واحد، لكن خلاص قضاء ربنا. اصل مش هنرجع، لو عملنا مش هنرجع العجله ورا ونجيب الراجل اللي مات. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها برضو، الراجل اللي هو اتجنى عليه، اللي اتجنى عليه بيتحط عليه عقوبه، والعقوبه ديت مش بتبقاش متيسره لكل الناس، لكن هو فيها جهد وفيها بيبذل. يمكن في ناس بتبيع بيوتها، وناس بتبيع اراضيها، وناس بترهن اعز ماليها عشان تحل الموضوع ده، عشان يبقى هنا لما يجي يحصل، ما احنا ما بنطبطبش على الراجل الجاني، او ما بنبرقوش قدام القانون. احنا معانا مداخله الحاج حماده ابو هريش. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا حاج حماده؟ ازيك يا محمود، اخبار سعادتك ايه؟ ازيك يا عندي. بالنسبة للمجالس العرفية وحضرتك كواحد من القضاة العرفيين وليك باع طويل في المحافظات، ايه المطلوب من الدولة عشان تدعم المجالس العرفية؟ اولا تحياتي ليك ولاسرة البرنامج والاخوة الافاضل اللي هم اكبر سن ومقام قاعدين مع حضرتك، عم الحاج صلاح وعم الحاج رجب وسعادتك والمشاهدين جميعا، تحياتي لهم جميعا. الاول امرني تحت امرك. ايه المطلوب من الدوله؟ انت عاوز ايه غير ان رجال الشرطه بقوا موجودين في المجالس؟ والله هم رجال الشرطه ما بيتاخروش عننا بصراحه، وبنلجا لاي اسم، بنلجا لله الاول ثم لاي اسم شرطه او اي مكان تواجد فيه شرطه، ما بيتاخروش عننا في حاجه عشان برضو ما نسلمش حد وياخد حقهم في غيابهم. بس هو المقصود ايه؟ عايزين الدوله تدعم القضاء العرفي. بمعنى الموضوع كان بيتكلم فيه عم الحاج صلاح دلوقتي، انا مأيده 1000%. بمعنى انا عندي واحد اتقتل، وارد بيجيب اخوه تعال اعمل محضر، اخوك اتقتل، ماشي كده يا استاذ محمود؟ بيجي المحضر يتعمل، بيخش على وكيل النيابه ثاني يوم، اخوه بيتسال مين اللي قتل اخوك؟ بيقول ما شفتش. ما هو فعلا ما كانش متواجد في الواقعه. سؤال زي ده او مع محامي شاطر، مع احترامنا الاخوه المحامين على دماغنا، كل واحد محامي شاطر بيجيب غلطه هنا، جزئيه هنا، محضر مكتوب مثلا في ثغره، في تحريات اتكتبت مثلا نقطه فيها غلط، بيجيب له براءه قدام القضاء. طب قدام الناس خد براءه ازاي وهو موت واحد؟ احنا كقضاء عرفي لا بنبرأ ولا بنحبس وما بنتعارضش مع القانون، احنا بنمسك اهل. المشكله انت عندكم واحد ابنكم او اخوكم مموت واحد، لازم نحل القصه دي. ما بنتعارضش مع القانون خالص يا استاذ محمود، والقانون على دماغنا، ده اللي احنا نقصده. فعايزين الدوله تدعم القضاء العرفي شويه، يعني ما ناس قعدت وحكمت على ناس حكمنا ليه يمشي. بس انت عاوز تفعل احكام القضاء العرفي اللي في المجالس العرفيه بيبقى لها صفه في القضاء المصري. استاذ محمود، احنا عم الحاج صلاح اللي معاك دوت، عم الحاج رجب، ناس محترمين اللي معاك، ضيوفنا الاعزاء، حضروا معانا مشكله في اسيوط كان ميت فيها 26 بني ادم السنه اللي فاتت. كان في 16 من الطرفين متساويين، 8 و8 العيلتين، كان في 9 اغراب ساعه ما يقوموا على بعض، في 9 من البلد ماتوا كده ظلمه، والناس يشكروا سامحوا فيهم، يعني جت من عند ربنا نكده. احنا عندنا مشكله زي دي يا استاذ محمود، 9 اغراب ماتوا كده ما لهمش اي ذنب، وعم الحاج صلاح كان معانا ومشرفنا، وعم الحاج رجب كان معانا ومشرفنا، والعمده احمد حماده ابو راشد، والحاج جمعه عاصم ادريس، ناس كتير كانت معانا، ناس محترمه، عم ادريس رايع ابو اليزيد، والحاج محمد الكحلاوي في اسيوط، ناس كتير ساعدت في الخير في الموضوع ده اللي ما خلصناه. يعني احنا بنقول ان دور مهم وحيوي للمجالس العرفيه، وعاوزين طبعا. طب ايه رايك لو تم تشكيل المجالس العرفيه عن طريق اقسام الشرطه والمراكز؟ مفيش مشكله، انا ما عنديش اي اعتراض، المهم ان يبصوا للقضاء العرفي. بمعنى انا واحد من الناس كنت في حلقه مع اخ زميل سعادتك كده،
وجه قال في نائب من النواب برضه على دماغنا ايا كان المسمى، راجل محترم ما مثلا مش يعني متجاهل لقضاء العرف. قلت له يا استاذ، يا استاذ الفاضل، انا هساله سؤال بسيط بس عشان ما تقولش على حضرتك. الراجل دوت او انا بتكلم عن نفسي، رجعت البيت حصلت مشاجره مع الست بتاعتي، احل ودي ولا اطلع على الاسم اعمل محضر ولا اطلع على المأذونه اطلقها؟ احل ودي، مفيش حل غير ودي، ولا ما بيحصلش الكلام ده يا استاذ محمود؟ لا لا بيحصل. انا ما قداميش اتجاه بقى، لو انا هتجاهل القضاء العرفي يبقى انا اتشاجرت مع اخويا، اتشاجرت مع مراتي، اطلع على الاسم يطلع على النيابه يطلع على المأذونه طلق مراتي. طب ما ده خرب بيوت، رحت الاسم برضه غلط، ودي وعد مهما كان دي مراتي، وفي عشره وفي حياه اسريه وفي صلاه رحم وفي كل حاجه. فبيدخل راجل زي عم الحاج صلاح، راجل فاضل زي عم الحاج رجب، بنتعلم منهم ناس اخوه افاضل، بيتدخل بيحلها ايا كان بقى المشكله، على ارض على نزاع على خناقه على فلوس على ايا كان المشكله، وبنحلها الحمد لله. انما احنا لا بنحبس حد ولا من بره احد. نعم. تحياتي ليك يا حاج حماده، واكيد ان شاء الله يبقى لنا لقاء ثاني ان شاء الله باذن الله مع حضرتك، والف شكر يا حاج حماده. نرجع للحاج رجب ونتكلم عن موضوع التغريب، وفي بعض الحقوقيين وبعض رجال القانون قالوا ان في احكام بتتعارض مع احكام القضاء، يعني احنا احيانا المجالس العرفيه بتحكم بتهجير واحد بيسيب بيته، بتغريب واحد بيسيب بلده، قالوا ان ده بيتعارض مع الدستور وخاصه الماده 62 وماده 63. انت شايفها ازاي يا حاج رجب؟ شوف يا استاذ محمود، اولا التهجير ده ما جابتوش المجالس العرفيه كده من فراغ. لو انت تتذكر قصه سيدنا موسى لما طلع لسيدنا شعيب وقال له اجرني من 8 الى 10 حجج، هو تهجير لسيدنا موسى في هذه المرحله. ده تهجير. التهجير اللي بيتم المجالس العرفيه ليس مخالف للدستور ولا القانون. سيادتك شارع واحد فيه حصل مشاجرة، المشاجرة أدت إلى قتل طرف من الأطراف. طيب أنا بقول ده يهجر من هذا المكان، مش يسيب الدولة ولا يسيب المحافظة. بقول مش معقول حضرتك قاتل أخويا أو أبويا يمر علي داخل جاي الشارع. والتهجير ده بيبقى تهجير مؤقت، أحيانا بنقول يهجر فلان إنه ميمشيش في الشارع أو في الناحية اللي فيها العيلة دي. اما تهجير انه مخالف للدستور والقانون، لا يمكن ان يكون مخالف للدستور والقانون، لان احنا شغالين في دوله، دوله قانون ودوله دستور، يبقى ازاي انا هتعارض معاه؟ انا بهجر حمايه ليه وحمايه للطرف المجني عليه، عشان بقول له ابعد عنه شويه. يا اخي انا حضرتك احيانا ما اختلف انا وابني، بقول له يا اخي شوف لك شقه بره اسبوعين شهر سنه اتنين. طب احنا معانا مداخله ثانيه للمستشار عماد المتناوي. اهلا بيك يا مستشار. اهلا بيك محمود بيه. ازاي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك، تحياتي ليك ولاسره البرنامج والساده الضيوف الكرام، حاج رجب والحاج صلاح. ربنا يخليك يا سعاده المستشار. اعلام التحكيم العرفي في محافظه الجيزه وعلى مستوى الجمهوريه. انت شايف حضرتك الاحكام اللي بتصدر في المجالس العرفيه ومدى تطابقها مع الاحكام القانون او تعارضها مع احكام القانون، انت شايفها ازاي؟ والله هو الحقيقه يعني القانون ما فيش نص بيلزم الساده القضاه بالاخذ بالاحكام العرفيه، بس هو ما فيش تعارض، وفي قضاء كتير من قضاء المحاكم المصريه بيسترشد بالاحكام العرفيه، لان في نصوص في القانون اعطت الحق للقاضي انه ينزل بالعقوبه للحد الادنى اذا راى ذلك من مقتضيات الدعوة وظروف وتصالح الطرفين. فبيقول أنا النهاردة ولي الدم تنازل عن الدم، فبيبقى ده بياخد ده في الاعتبار من الناحية الإنسانية ومن الناحية الاجتماعية وروح القانون، إنما ما فيش نص بيلزمه أنه ياخد بالأحكام العرفية، لكن بيسترشد بيها في حكمه أحيانا كثيرة على اساس ان في تصالح وفي نص قانوني بيدي القاضي الحق بانه ينزل بالعقوبه للحد الادنى. ففي حالات كتير شفناها وحصلت في المحاكم المصريه ان بناء على الاحكام العرفيه بعد صدر القضاء نزلوا بالعقوبه للفاعل او للمتهم بالحد الادنى، وهما الاثنين يعني سواء القضاء العرفي او القضاء المدني مفيش تعارض ما بينهم،
بل بالعكس هم يعني ساعات بعض في بعض القضايا بيتم الاسترشاد من ضمن اسباب الحكم ببعض الاحكام العرفيه. طب انت شايف يا سياده المستشار التهجير والتغريب احنا كنا بنتكلم فيه، وان بعد رجال القانون قالوا ان ده متعارض مع الدستور والماده 62 و63 من الدستور، انت شايفها سعادتك ازاي؟ ده حقيقي يعني هو التغريب قضائيا مش مسموح به، ومفيش نص قانوني نص على عقوبه التغريب، لكن هي كعرف بيعمل بها في بعض الاحيان بعيدا عن المحاكم النهائي. شكرا سياده المستشار، شكرا جزيلا. نرجع للحاج صلاح ونقول الحاج صلاح كلمه، المراه فين في المجالس العرفيه؟ يعني انا كتير بنشوف احداث بتبقى البطل فيها ست بتقتل جوزها مثلا او ست بتقتل حد، وهي فين من القصص دي؟ والله انا شخصيا ما حضرتش تحكيم بين ست وكان لها دور في القتل يعني. يعني انا ما حضرتش الكلام ده، لكن هي اكيد بينفذ عليها نفس، اذا التجأت للمجالس العرفيه هيطبق عليها زي اللي بيطبق على الراجل بالظبط، بيطبق عليها زي بيطبق. لكن انا ما سمعتش حتى في المجتمع بتاعنا، مش مهم ان يكون حاضر كواحد من ضمن لجنه التحكيم او ضيف حتى الحلقه او ضيف الصلح، لكن انا في الحقيقه ما شفتش، وانا يعني سني مش صغير يعني 65 سنه عشان الناس ما تتقدس، بس ما شفتش في الحقيقه، ما شفتش في الحقيقه. الحاج رجب كلمه تقولها للعائلات حقنا للدماء، وامتى نلجا للمجالس العرفيه وامتى نلجا للقضاء، وكلمه بنقولها للناس عشان تحافظ، وخاصه بعد الثورات اللي احنا تعرضنا ليها. بعد ثوره 2011 والغياب الامني فتره صغيره ادت الى ظهور طبقات في المجتمع ما كناش نعرفها بمصداقيه، وادت الى ان في حصل تطاول من بعد الاجيال الصغيره اللي هي الشباب. بقول لاخواتنا العقلاء في كل انحاء مصر، سواء عائلات سواء ريف سواء حضر، حضراتكم عند اولا القتل ده ما بيجيش مره واحده، ولا المجلس العرفي بينعقد مره واحده، بتيجي من مصاغر الشر. هي المشكله بتبدا صغيره قوي، واد مع واد في جاره، بلكونه ميه، حركه صغيره بتبدا تتطور. لو احنا لحقنا المشكله فولها اعتقد مش هنوصل لا للتحكيم العرفي ولا لا قدر الله لحالات اللي هي القتل. فبقول والله لكل العقلاء في مصر، كل اخواتنا العقلاء في الارياف، وخاصه الارياف في عائلات، والعائلات كلها ليها رموز وناس محترمه جدا، بقول لهم ما تستصغرش مشكله، المشكله الصغيره بتجيب المشكله الكبيره، الحقها بدري، خلصها بدري، تنام بدري رايق وبخير ان شاء الله. شكرا يا حاج رجب، احنا في نهايه لقائنا اللي عدى سريع جدا، واكيد احنا محتاجين حلقات عشان نتكلم في المجالس العرفيه. انا بشكر الحاج رجب ابو سلامه كبير عائله ابو سلامه وقاضي عرفي، بشكر الحاج صلاح الهري القاضي العرفي، وبقول له شكرا جزيلا. ربنا يديك الصحه. اكيد لينا لقاء متجدد، واكيد مصرنا الغاليه بتحتاج منه وقفات، وبقول للناس اللي هم خرجوا الصفحات اللي بتتابع من الناس المرتزقه والمأجوره اللي هي ضد البلد، اللي بدأت تهاجم البرنامج عشان بيساند البلد وبيساند الجيش وبيساند الشرطه، بنقول لا احنا متابعين ومستمرين ودايما مع جيشنا ودايما مع رئيسنا ودايما، وكلنا بنقول تحيا مصر يا حاج رجب. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.